أنا رح نام، بدك شي؟ ليه عزمتي صوفيا؟ مع إنك عارف اللي كان بيني وبين عزيز. عن جد؟ هيدا هو الموضوع اللي بدك تحكي فيه؟ إنه متضايق شو معقول تكون حاسة صوفيا من ورا موضوع له سنين؟ ما عم بتفكر أنا شو معقول كون حاسة من ورا اللي صار بيناتنا؟ أنا شايف إن أنت النهاردة كنت كويسة ومبسوطة. صدقت؟ أنا عم بعمل حالي منيحة كرمال ما حدا يحس بالوجع اللي جواتي، بس مش معقول أنت كمان تكون صدقت. أنا كمان موجوعة يا عايدة، تعبان، مش قادر أمثل أكتر من كده. شو قصدك؟ تعالي نتكلم في اللي احنا ساكتين عنه، تعالي نفتح الجرح عشان نقفله على نظافة. صعب اني اقرب منك. وصعب اني اخد مكان يوسف. كان ليش جوزتني؟ انت مفكرها سهلة؟ وانا كمان جبرت اتأقلم مع الوضع الجديد اللي مش انا اخترته، بس قبلته كرمال ناتيا قبل ما يكون كرمالي. انا عارف، صدقيني انا عارف. قد ايه كان متعلق بيكي، قد ايه كان عايز يشوف ناديا. ده هو حتى سماها قبل ما تتولد، ده بيعرف انها بنت. عين انا بحاول، بس الوضع صعب مربك. أنا ما كانش في حسباني إني استقر دلوقتي. فجأة لقيتني بتجوز ومرات أخويا. وفجأة بقيت أب. بنت أغلى عليا من أي حاجة في الدنيا. بس أنا بدي حياة طبيعية، بدي بيت وعائلة. أنا ما عملت شي كرمال تعاقبني. أنا ما اخترت هيدي الحياة اللي منا طبيعية. أنا انفرض علي إني أكون أرملة وإني وليت لحالي. حتى زواجنا انفرض علي مثل ما انفرض عليك. ما كانش فرض، محدش اجبرني على حاجة يا عايدة. قلت لك قبل إذا ما بدك نكفي خليني أقفل وروح عند أهلي، بس حرام عليك تعذبني وتعذب حالك. حتى أنا ما بقبل بهالشي. أنا لما وعدتك إننا نفتح صفحة جديدة كان وعد صادق، بس اللي ما كنتش حاسب حسابه إن ده ما بيتعملش في أمورينا. عندك حق، يمكن المفروض كان إن أنا أتكلم معاكي، بس أنا كان أول عليا إن أنا أشيل الشيلة دي لوحدي ولا جرحك. صح،
سكوتك جرحني أكتر من أي حاجة كان معقول تقوله. أنا آسف. أنا محتاجين نعدي حاجات كتيرة. كل اللي أطلبه منك إنك تصبري عليا.